السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم مريم. أتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم أقدم لكم شهيوة مغربية أصيلة تقلية بالكرشة والحم الراس، يعني تكون تقلية هكا فيها الكرشة 2 كيلو، الحم الراس كيلو، 2 بصلات كبار، زيتون، مطيشة محكوكة حامضة نعصروها، 2 معالق ديال قزبر ومعدنوس وحامضة مصيرة، 1.5 معلقة ديال البزار، 6 الفصوص ديال الثومة هكا مطحونين، 1.5 معلقة ديال الملحة ولا معلقة، معلقة ديال الكركم أو الخرقوم معود، 1 معلقة صغيرة ديال التحميرة، 1 معلقة صغيرة ديال الكمون، و1.5 معلقة ديال السكينجبير، وكاس ديال الزيت البلدية. وانا هنا غنقطع الكرشة او الدوارة هي والحم الراس، ونرجع معكم بطريقة التحضير. انا رجعت معكم بعد ما رققت الكرشة ديالي في الخل والملحة، تغسلات مزيان وقطعتها هي والحم الراس، ودابا غنبدا معكم بالطريقه. والغسيل راه كل واحد باش كيفاش كيغسل الكرشه ديالو. كاين اللي غسلها بالماء طايب يرقدها في الماء طايب، كاين اللي كيسلقها شويه، انا كنديرها بالملحه والخل، كنرقدها في الملحه والخل. يلا نبدا بطريقه التقديم. بسم الله، ندير الزيت البلديه ونحط كرشة والحم الراس، غندير قزبر ومعدنوس، غندير الثومة 6 الفصوص حتى 7 إلا كانوا صغار، غنضيف المطيشة والبصلة، غندير كلشي العطرية والبصلة وكلشي، ونخليهم الملحة ونخليهم يتقلاو تيتقلاو، عاد نزيد عليهم الماء ونمسد عليهم كركم او كركم معود، 1 معلقة ديال التحميرة و 1 معلقة صغيرة ديال الكمون، 1.5 معلقة ديال البزار، 1.5 معلقة ديال السكينجبير، وعصير حامض. ونزيد شويه ديال الخرقوم ملون. كاين اللي ما كيبغيش يدير وما يديروش. نضيف شويه ديال الماء باش يتقلى، باش تخلط لينا العطريه ديالنا. ونحرك مزيان العطريه تندمج، ونسد عليه يتقلى، ومره مره نحل عليها ونحرك. من هاد الدوب ليا البصله غنسد عليها ونخليها طيب ونرجع معاها. بعد ما تقلات ليا الكرشه، على فكره هاد الكرشه ديال البقري هي والحم الراس. دابا غنضيف ليها حامض، نحيد منها طريف تنديرو مع الزيتون، وغندير هاد الحامض المصير يطيب معاها صينين بلا ما نقطعها، ونضيف الماء ونسد عليها الطيب. طيب في شي نص سطرة الماء شي ساعة لارو، ونحل عليها باش ندير الزيتون، وتبعوا معايا باش نقول لكم السر باش كتجي بحال ديال العرس تماما وتجي لذيذة. نوريكم الطريقة كيفاش كتجي لذيذة في الاخر. انا رجعت لكم من طابق الكرشة ديالي،
جات عاقبه زوينه. طبعا نضيف لها الزيتون الطريه ديال الحامض اللي بقى، ندير لها الشيشه ديال الكمون. هذا هو السر باش كتجي لذيذه حتى الاخر. اغلى غلوه وحده ونحطها في طبق التقديم. دابا بعد ما طابت ليا الطليه ديالي غنحطها معكم في طبق التقديم. جات عاقده وزوينه. صدقوني الطبق تيجي لذيذ بزاف، جربوه وما تندموش. بعد ما زينتو معاكم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صدقوني كيجي لذيذ ومعلك والمريقه ديالو خاطره تيجي زوين. جربوه ما غتندموش. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الاعجاب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم.